يدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالله ودوك سدا ورن وعد بالله ودير سدا ورن وعد بالك ودد على السين أخويا أنك قدرود تضوين وعدك قسي سي 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 تضوين وعدك قسي حفلت دنيا وهبين كي حالة ياها كقبصو تي هوتيل كسلطان ايه بقالة بربرع ايه وحا لغو شاعين ايه مشرحة قولها وكيلة حسبيقة اعد علي عثمان حسين علي قري وحانا سوبع دا في حفلت دا سي تاقر ياشا يوري وباشا ومشرحة سي اشرحان يهي سيداك لغو حاييقونا كسو قيب قلي حفلت دا سي مسولين كاترسان حسبيقة اعد وهو قامين ايه قدوميها حسبيقة اعد ايجنير فيصل علي ورابي waxana habladaasi ugu horeyn ka hadlay waayeelka waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka iyo wariba taageerayaasha uu sharaxay yahay musharaxani iyaguna halkaas ka cadeeyay inay ka go'an tahay inay musharaxaasi codka siiyaan isla markaana ay soo saaraan si uga mid noqdo 28-ka xildhibaan ee golaha wakiilada Soomaaliland master gudoomiye Faisal Cali Hussein waxa aan ku soo horeynaynaa beeshina Lay Ahmed ama dogoli يحدبان كي يرسل ورطي وراها وكيل لبا قرن كالسومالي الله حدبان دا صوتا مرقيا هو الشيخي مدرسي هاي علي عثمان حسين اح نوى يا عرادا ننكرتلي ننطلق عليه ننديلي ننوضع المعطة تلك الجرعة المفاسم شبوي كلامهم صوم الطي أيامه وصوم وراني إن وراه وكيلا اسم الله نغلب الطقو أو نموت أو نشر رحمة في العدالة هي طريق وحوي علي إسمان حسين محمد رمانه وحوي ومن هيما من جاي إلى من عربة مدشن مشرحة حلبان علي عثمان حسين حمد مرة مدشن رصاصة حي درجيهم غيابة فهي معناها باكرون كيسة وحوي هاي من وحواص ويكفها من حوش لوسو إكبري بيشي سأحمى بيشي سهر معلي يا محمد حسن برده أيوسو إكبري كفها ان سيدا ترتيب حسبك اعد كشف رحم مركع وحن لين معي انا المدورة نصر ديار منه انا نحط كسين حسبك ايو يا 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 حلبان كان رسول ديار منه وحي نوما علينا ما في شرف تكسو عيبك شيء مشرحا شاعر ديسة او قهر ايو قدومية حسبك وعيد انجنير فيصل علي ورابه علي عثمان حسين تاريخي وحفا فاهيي رقي قوريي وحالي هاي علي عثمان حسين وحي بيشا دقري وصوح الوطي انو غم مد نقضو لبي يصدن كحلبان قولها بارلبان كا سومالي لان بيشا خير نالي هاي اما دقري وحالي مشرحنا وحالي هاي وروحه هاي ستا علي فرصت آري هاي سنتب ككله ويعيد كل كرة ترتمى سبب مشرتو وكرسي كان كرة ترتمى سبب بارلوان كان مشرتو بيش الدقري وحدوني سين يا مشرع حال كان لقى صوت ربعي وراح نص في يوم وراح وكيلة نص في يوم علي عثمان حسين ونوع عرقة ومن أقوال ومن مشاهدة بيش النالية أحمد
أماحي حسنبا منك ولا صافري ولا يسكر راعي ولا قاطي علي عثمان حسين سنة والقرانة اليوم أرتواه من دليلا ومن أقويهنا ومن واضحك وحيابها وضحك تسعبا يا حالتها عصور يا سياستها قاركا وانا كروني هاي انت رسول وطعي وواني وانا نقول في عاصدي إلى الولي من نوم سايك ومدين يا إلى الولي من نوم مستقبل كاليركا يا إلى الولي من نوم سايك لليرض وعولي الرحيمة السياسة وانا نوم رسول ذكرا وانا نهار مركع سنكرا لليرض الله سلا ترتضو حرمك عصريا إلى العودك بقوة لأنه عالي عثمان حسين isaguna halkaasi ka hadlay musharaxa golaha wakiilada xisbiga u cid ee gobolka saaxil Cali Cismaan Xuseen Cali Guray oo halkaasi kaga waramay sababta uu isu sharaxay iyo wariba qorshayaasha u dajisan inuu wax ka qabto hadii uu ku guuleysto xilkaasi uu taagan yahay waxa la ilaado baarlamaanka ama golaha wakiiladu asaliyad dhorto u taagan yahay meesha la ilaado golaha wakiilada lacag laga tabxo سيك واحد معلوم واحد كلام لقى مهلا لكن واحد وين أفسوماني مركا كوش يقول في النقرة يا وعلى لا حكمها حكمها مركا أول في المطب تو حكمون وكيت يا حوارها فرس كايو يريا وعوي يا وام لها لقى حكم يو أما لقى إلى لي حكومة سيد الله قيل إلى لي روح وين نصوص سارة شرور تلك يدك بطيولة dalkeen sidaa uu sii jeegay ma jiraan shuruudta yali sidaa uu sii jeegay baarlamaanka 399 la doortay wuxuu ka qiimo badnaa baarlamaanka ma aad jooga sababtu waxa weeye wadaniyada ku yar ku waliba ka jooga waxay noo baahanahay xubno baarlamaan oo markii hore wadaniyiina oo sida Faisal Cali Xuseen dalka difaaca oo qof kasto meel ka hadla u jawaaba laakiin uma baahnin qaar sharaayiga shisheeyuhu ay lug ku leeyihiin oo haddii ku rooy dalka duminaya
waxaanu baahanahay baarlamaanka ay u dooranayno sidaas ii sheegay inaynu ka doorano xisbiga wici waxa walaalayaal idin leeyahay reerkeenna la yiraahdo magacaan horta Soomaaliland oo dhan baan u sharxanay ma kala jeclin magaca Soomaaliland waxaan ugu jecelahay ninka Soomaaliland difaacaan dadka ugu jecelay waxaan doonayaa inaan u soo leexdo golaha wakiilada oo dhacaa halkan Cali Guri ugu dambaaldegayno sida laga wada dhawaajiyay tuulooyinkeennu inaanu midna MCH lahayn midna aanu lahayn rug amni midna aanu lahayn meel waxbarasho ragga laga sugayaa waa ragga Cali Guray oo meydana ee aynu dooranayno golaha wakiilada marka waxaan filayaa maadaama aanu Cali aanu go ahead siinay ama aanu siinay kaadkii cagaaraa ee aanu ku dhiiri war xisbigayagaad iska soo sharaxaysaan inuu yahay nin shirreban oo aanu soo shirribnay oo aanu wadooyin fara badan isla soo marray idinkana waxaan idinka codsanayaa maalinta codka inaydina kala bakhaylayso saas baa gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu cudi jeneer Faisal Cali Waraabe oo halkaasi ka sheegay inuu la qaatay taageerayaasha iyo beesha soo sharaxday musharaxani Cali Guray isla markaana ay muhiimad weyn siin doonaan ka xisbi ahaan waan tabardar waxaan leeyahay waan salaamayaa dadweynaha ka soo meed galay xafladda lagu shaacinayo musharaxnimada Cali Isbaan Hussein وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحركة قصة موجسين إذا تتاقر سنتين علي إن شاء الله تعالى عدك ناسين دونتا أنا أقول لهم أنت كأقب الله إنه كان نقضى خبين وشرحين تا لبي يسدين تا خبنول إلعو سو شريحي دونتا الداغيرا hadda waxa muuqata inaad dhaadateen waa dhaadateen waa xisaabiseen de insha allah taala ilaah waxa uu ilaahay inuu aanu idinku beereen ma ilaahay idinka baryo subxaana taala maanta waxa uu baahantahay maalinta markii ay istiwaan gelinseen de waxay afar maalmood baheen dad baa laga soo guray meelo badan maalinta codku waa maalin keliya hawl shubay harsan tahay dadka afarta maalmood soo rarteen si ay maalin qul u codeeyaan ayaa idinka fadhiya maga waxaa lagu kala tagaa dadka istiwaan gelin lagu tagaa dadka waxaa lagu kala dheereeyaa dadka maalinta codku jiro soo haadira magaca ilaahay ka dhiga kuwii soo haadira oo wada yimaada ilaahay ka dhiga subxaana wa tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in musharaxiin cali u xasuusan yahay wixii nagu dhacay wixii na soo maray maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera